وبما ان النهاردة الحلقة بتتكلم عن التحرش، وبما ان احنا عندنا شخصيات كتير سلبية، ناس بتخاف انها بتتكلم، ناس بتقول هكبر دماغي انا مش عايزة مشاكل، ناس بتقول هعيش وخلاص هقضيها باي حاجة. لا، انت ممكن على فكرة بحاجات بسيطة جدا تطوري من نفسك، بدل ما تبقي سلبية تبقي ايجابية. والكلام ده على فكرة النهاردة وفي الفقرة دي مع فبيرة الاتيكيت حبيبة قلبي استاذة سلوى عفيفي. النهاردة هنعرف اصلا طوري نفسك ازاي بحاجات بسيطة. مساء الفل. مساء الفل. منوراني والله. نورك انت مالك الدنيا. وانت طيبه و2020 تبقى سنه سعيده عليكي. يا رب. امين. كل سنه وانت طيبه وكل الناس طيبين. وحضرتك طيبه حبيبتي. خليكي. عايزه اعرف اطور شخصيتي ازاي. حلو قوي. تطوير الشخصيه هو بدايته بيكون بالوعي بالذات. يعني ايه الوعي بالذات؟ يعني اكون انا عارف نفسي مين، أكون قريبة من نفسي أكتر، أكون منتبهة لنفسي أو مهتمة بنفسي ومركزة معاها. كل واحد فينا عنده مزايا وعنده خلينا نقول سلبيات، مش عايزة أقول عيوب يعني، بس في شخصيات بيكون فيها كلنا، يعني دي حاجة فعلا أقدر أن أنا أجمع فيها. في أشياء اتربينا عليها من وإحنا صغيرين، ممكن تكون صح ممكن تكون مش صح، عادات ممكن، مفاهيم، أشياء ممكن تكون مغلوطة. طيب أنا مش معقول أن أنا كل حاجة أخدتها تبقى مسلمات من غير ما أنا أعمل عملية تحليل نفسي، يعني أو تحليل ذاتي، أقعد أفكر في الأشياء. مش معقول أن أنا أعيش على هامش الحياة، كل حاجة بتحصل ما فكرش فيها. فالتطوير الذات بيبدأ من أني أنا أخلي بالي من نفسي، أبقى واعية لنفسي، عارفة مميزاتي، عارفة عيوبي، عارفة إيه الأشياء اللي أنا محتاجة أعملها علشان أطور من نفسي. ودي بتيجي بطرق مختلفة طبعا، أكيد هنتكلم عنها. يعني أنا عشان أطور من نفسي أول حاجة لازم أقتنع إن أنا عندي دايرة مليانة حاجات حلوة ودايرة مليانة حاجات مش حلوة. بداية يعني أبقى عارفة إنه لازم أطور من نفسي. مش أنا كده وصلت لأحسن حاجة في الدنيا خلاص هقف عندها، هبقى أنا خلاص بتأخر. بعد كده لازم يبقى عندي في ثلاث حاجات مهمين جدا. أول حاجة بنقول عليها اللي هي self efficacy أو القدرة، أو عفوا الثقة في قدراتي. إن أنا أكون واثقة إن أنا عندي قدرة إن أنا أعمل حاجة. تاني حاجة تقدير الذات أو حب الذات، إن أنا حتى لو لا أملك شيء بس أنا حاجة كويسة من جوه، أبقى مقتنعة بنفسي، بحب نفسي. تالت حاجة هي الثقة بالنفس اللي هي بتيجي أكتر مع الإنجازات والنجاحات والأشياء اللي احنا بنحققها في حياتنا. ايه كلامك عامل لي راحه نفسيه. طب كويس. والله يعني انا خلاص هقعد اشوف الانجازات بتاعتي ايه عشان كده شايفه صح كده. الحلو ان احنا جايين في يعني في وقت حلو جدا، بدايه السنه، وعايزه اقول للناس انه اللي ما عملش الهوم ورك ده يعني او ما عملش الحاجه دي في نهايه السنه اللي فاتت لازلنا في امل، الوقت مش متاخر قوي، نقدر نقعد كده. مش عايزه اقول كشف حساب، عايزه اقول بس نراجع نفسنا، هل انا فعلا كنت حاطط اهداف السنه اللي فاتت او انا حققت حاجه السنه اللي فاتت؟ اكيد هتلاقي في حاجات اتحققت، ان كان على المستوى الشخصي، على المستوى العملي، على المستوى المادي، على المستوى الاولاد، على يعني اكيد انجزنا حاجات في 2019 حتى لو يمكن حد مر بموقف صعب، حد كان مريض او فقد حد، اكيد انه طلع بعبره من ده. طيب نبدا بقى سنه جديده 2020. هيفزلينا أكيد. أكيد ده ممكن يكون دافع، ممكن يكون في نوع من أنواع التشجيع، بداية جديدة، سنة حلوة. بس مش نقول كده في الأول وبعد كده ننام أو الحماس يروح. لازم يكون عندنا نظرة بعيدة، أنا عايزة أكون إيه أو عايزة أحقق إيه. الورقة والقلم بيساعدوا جدا، الورقة والقلم أو الكمبيوتر أو أي جهاز، يعني المهم الكتابة، أني أنا أكون شايفة الأهداف بتاعتي أكتبها واشوف انا عايزه اعمل ايه على جميع المستويات في حياتي، وحاسب نفسي فعلا بقى اخر السنه اشوف انا عملت الكلام ده صح، او اراجع انا انجزت ايه وايه اللي ممكن اصلحه في الاخطاء اللي انا مريت بيها او في اي قرارات اخذتها غلط في حياتي. يعني انا عشان اقعد مع نفسي لازم ان انا ابقى حاطه هدف او تارجت انا عايزه اوصله. طيب انا عايزاكي بقى تقولي لنا روشتة. انا دلوقتي دخلت اوضتي وانا قررت ان انا لا انا لازم اتغير وستوب. انا هبقى حد جديد. قولي لي روشتة امشي عليها. روشتة عايزه اتغير ليه؟ هل انا بقلد حد بس ولا انا حاسه ان انا مش مرتاحه من ده؟ الحاجة التانية أشوف نفسي بعد مدة من السنين، يعني إن كان نهاية السنة أو بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد أكتر، أنا فين؟
عايز اكون فين فعلا. انا اشوف نفسي كده كاني بتصور صوره، بشوف نفسي بعد 20 سنه مثلا او 10 سنين هكون فين. طيب هل المشوار اللي انا ماشيه دلوقتي او الخط اللي انا فيه دلوقتي هيوصلني لده، ولا انا ماشيه في اتجاه غلط؟ وهنا ابدا ارجع بقى، طب ايه اللي انا محتاجاه اطور منه كمهارات او امكانيات علشان يوصلني لتحقيق الهدف ده. اعمل لستة كده واكتب فيها الحاجات الكويسه فيا اللي انا فعلا شايفه انها كويسه، او الناس بيقولوا لي انها كويسه، او فعلا هي اللي ساعدتني في ان انا اتخطى مصاعب او اوصل لحاجه حلوه، وايه الحاجات اللي انا محتاجه اطور منها او اغير منها، ايه القصور، الاوجه القصور اللي عندي، ان كانت مثلا مهارات فنيه، لغه، تعلم كمبيوتر، مهاره معينه او دراسه معينه محتاجه اعملها، عيب معين في شخصيتي محتاجة ان انا اغير منه. لازم نبدأ ان احنا نمارس الحاجات الجديدة دي او نطور دي، اكيد هتساعدنا. دي ممكن تبقى روشتة يعني. لا هي روشتة هايلة فعلا على فكرة، ان احنا لازم نمشي على التيبس دي. اكيد. قبل ما اختم معاكي عايزة اسألك على حاجة مهمة جدا. انا عايزة ابقى شخص ايجابي. انا عايز ابقى ليا بصمة. اعمل ايه؟ طبعا اول حاجة دايما يبقى عندنا روح المبادرة، مش نستنى الحدث لما يحصل وبعد كده يبقى فيه رياكشن او يبقى فيه رد فعل. دي اول حاجه. والمبادره دي من اسباب نجاح ناس كتير جدا اللي هم بنسميهم ليدرز. ليدرز يعني هو بياخد الليد، هو بياخد خطوه استباقيه، بس هو ده من اهم الحاجات اللي بتميزه. تاني حاجه الالتزام. الالتزام مهم جدا والانضباط مهم جدا. حاجه كمان انه دايما يبقى عندنا حب ان احنا ممكن نساعد الناس، ما نخافش. في احيانا بيبقى في عندنا افكار باليه او بيبقى عندنا خوف، الخوف ده ممكن عارفه الكابح كده زي حاجه بقى التراب بقى اللي انا اللي مخليني قديم بقى. طبعا طبعا. ومش تراب نشيله وخلاص ونبدا نقلد الجديد بدون وعي، لا طبعا لازم يكون عندنا وعي، نختار ايه اللي يناسبنا ايه اللي ما يناسبناش. انما وحتى لو هعبر عن رأيي وأكون إيجابية أو أكون متكلمة أو أعبر عن رأيي، مش لازم أقول أنا معترض أو أن أنا أبدأ أن أنا أعيب في الطرف الآخر أو رأيي الآخر. أطلع نفسي أنا. لا بالعكس، أنا ممكن أحترم الآراء الأخرى وفي نفس الوقت يكون لي رأي مخالف أو رأي آخر. وكمان عايز أقول للناس أنه مش غلط أن أنت بعد فترة ممكن تراجع نفسك وتلاقي أن أنت كنت واخد قرار غلط، أو أن أنت فكرك كنت مؤمن بيها وبعد كده لقيت ان هي مش مظبوطه، فمش غلط ان احنا نغير كمان. الجميله سلوى عفيفي، الكلام المهندم اللطيف اللي بيدخل القلب كده، انا مستمتعه جدا معاكي وكان عارفة. نفسي اكمل معاكي بس ان شاء الله احنا لينا فقرات تانية ان شاء الله. ولازم ان انا هقطع دي على السوشيال كده ميديا ونقول روشتة سلوى عفيفي. ميرسي جدا، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله يا رب نشوف بعض دايما باذن الله. هنروح لفاصل وبعد كده هندخل المطبخ مع اخر فقراتنا، ابقوا معنا.